السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة أهل الرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في الدرس التالت جبر لطلاب الصف الأول الثانوي، وهو درس العلاقة بين جذري المعادلة التربيعية. درس سهل جدا جدا ودرس بسيط جدا وأفكاره سهلة بأمر الله، وبيعتمد اعتماد كلي زي ما وضحنا على الدرس الأول خالص اللي هو المتطلبات القبلية، احنا قلنا احنا شغالين في المعادلة التربيعية. خدنا الدرس اللي فات الجذور بتوع المعادلة التربيعية وعرفنا ايه هي الجذور وازاي بنطلعها. طيب دلوقتي يا باشمهندس، دلوقتي طلع علاقة بين الجذرين هنعرفها النهاردة بأمر الله. لو انت عمرك ما شفتنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. كالعادة لو انت محتاج ملازم الشرح الخاصة بيا تبعت رسالة واتس على الرقم اللي نازل قدامك على الشاشة أو الرقم المتثبت دايما في وصف الفيديو. طيب الدرس اللي فات كان اسمه تحديد نوع جذري المعادله التربيعيه. بتعرف ان الجذرين حقيقيين مختلفين او حقيقيين متساويين او اعداد تخيليه، تمام؟ دلوقتي احنا وجدنا علاقه بين جذري المعادله، والعلاقه دي سهله جدا جدا يا باشمهندس. عندي حاجتين، مجموع الجذرين اللي بيطلعوا من المعادله وحاصل ضرب الجذرين برضو اللي بيطلعوا من المعادله. طبعا احنا عارفين المعادله التربيعيه على الصيغه ا س تربيع زائد ب س زائد ج. قال لك ايه؟ قال لك لما جبنا مجموع الجذرين استنتجنا حاجة ظريفة جدا، ايه هي؟ ان مجموع الجذرين بيساوي سالب باء على ألف. طب ما تيجي نترجمها كده بالعربي، الباء دي اللي هي معامل السين، بس هنا كان الموجب بقى سالب، فلو ترجمناها بالعربي تبقى سالب معامل سين. حلو قوي. على الألف اللي هو معامل السين تربيع، وكده كده يا باشمهندس هو خده بنفس إشارته، يبقى على معامل سين تربيع. يبقى اجي لما اقول لك مجموع الجذرين تقول لي سالب معامل س على معامل س تربيع او سالب ب على ا. طب حاصل ضرب الجذرين، قال لك حاصل ضرب الجذرين عباره عن ج على ا. طب ما هي الج دي يا باشمهندس الحاجه اللي ما فيهاش س اللي احنا بنسميها الحد المطلق. على الالف برضه هو اللي هو معامل الس تربيع. يبقى انت كده كده في الاثنين بتقسم على معامل الس تربيع. واحدة سالب معامل س وواحدة الحد المطلق، وحصل الضرب اللي هو الحد المطلق. تعال نطبق الكلام ده عشان نكتشف ان هو كلام سهل جدا بأمر الله. يعني جايب لي معادلة س تربيع زائد 5 س زائد 4 بتساوي 0. هيقول لك ايه؟ هيقول لك دون حل المعادلة أوجد مجموع الجذرين وحصل ضربهم. ما تيجي نشوف كده. تعال نشوف مجموع الجذرين. أنا عارف إن هو سالب ب على أ. أو سالب معامل س، أنا بكتبها كتير جدا عشان تحفظها، على معامل س تربيع، هي دي، يعني هيساوي إيه يا باشمهندس؟ يلا بينا، سالب معامل س، معامل س هنا بخمسة، لما أغير إشارته يبقى سالب خمسة. على الألف اللي هو معامل س تربيع، اللي قدام الس تربيع هنا مفيش يعني واحد، يبقى سالب خمسة على واحد اللي هي سالب خمسة. يبقى أنا بالنسبة لي إن مجموع الجذرين يا باشمهندس سالب خمسة. طيب، حاصل ضرب الجذرين، حاصل الضرب بيساوي ج على ا اللي هو الحد المطلق اللي مش فيه س هنا اللي هو 4، على معامل الس تربيع اللي هو ال اللي هي 1، يبقى 4 على 1 بتساوي 4. يبقى انت كده يا باشمهندس قدرت تطلع مجموع الجذرين وحاصل ضربهم. طيب باشمهندس اقنعني كده بكلامك، تعالى اقول لك، شايف المعادله س تربيع زائد 5 س زائد 4؟ اه. لو انا بدات احلها يا باشمهندس بالشكل ده كده هتساوي صفر. الس تربيع هقسمها لس وس، انا بحل اللي فوق دي، الأخير موجب، الإشارتين شبه اللي في النص موجب، عددين ضربهم 4 مجموعهم 5 يبقى 4 و1. من هنا السين عكس الإشارة بسالب 4، ومن هنا السين عكس الإشارة بسالب 1. ما هم اللي طلعوا دول يا باشمهندس هم الجذور بتوع المعادلة. فلو جيت جمعتهم هيبقى سالب 4 وسالب 1 يديني سالب 5، كلام جميل جدا. لو جيت ضربتهم هيبقى سالب 4 في سالب 1 بموجب 4. هو أنت تقصد دول جذور؟ أه طبعًا، إحنا شرحناها في الدرس الأول وشرحناها في دروس جدا، إن الجذور هي النواتج بتاعتي أو مجموعة الحل بتاعتي. خلاص؟ يبقى أنا كده أقنعتك بالمثال ده، تعالى بقى نخش نكمل في باقي الأمثلة. هنا يا باشمهندس برضه بيقول لي، بس أنا هنا ما أقدرش أشتغل على المعادلة وهي كده، لازم أظبط المعادلة الأول، فأنا هرمي الـ 10 الناحية التانية فهتبقى سالب 10، يبقى ليها وديها الناحية التانية كده يا باشمهندس، تبقى سالب 10، الكلام ده بيساوي صفر. طيب، بعد كده يا باشمهندس المجموع بيساوي سالب ب على أ. يعني الرقم اللي قدام السين غير اشارته، هو سالب 11 يبقى موجب 11، على الرقم اللي قدام السين تربيع اللي هو 6، يبقى انا بالنسبه لي ان المجموع 11 على 6. طيب حاصل الضرب يا باشمهندس، انا عارف ان هو ج على ألف. الحد المطلق اللي مش فيه سين بنفس اشارته هو سالب 10، يبقى سالب 10.
على الالف اللي هو عامل السين تربيع بستة دي فيها اختصار، على الاثنين يبقى سالب خمسة، على الاثنين هنا يبقى موجب ثلاثة، يبقى هي سالب خمسة على ثلاثة. الموضوع سهل وبسيط جدا بأمر الله. طيب دي مش مهندس جاهزة خالص، ايه المشكلة فيها؟ انا جايب لك كل حاجة اهو، مجموع بيساوي سالب ب على الف، اللي قدامي السين غير اشارته هو خمسة يبقى سالب خمسة، على الالف اللي هو معامل السين تربيع اللي هو موجب اثنين يبقى سالب خمسة على اثنين. طب حاصل الضرب بيساوي ج على الف، الحد المطلق اللي مفيش فيه سين خالص سالب 12، على معامل السين تربيع اللي هو موجب 2 يبقى سالب 12 على 2 يعني سالب 6. خلاص دي كده يا باشمهندس اسمها الفكره الاولى في الدرس، فكره مباشره وسهله جدا جدا وما فيهاش اي تعب بامر الله. تعال نروح للفكره الثانيه. الفكره الثانيه يا باشمهندس زي دي كده، يقول لي اذا كان مجموع جذري او اذا كان حاصل ضرب الجذري. فبيقول لي اذا كان مجموع جذري المعدل 2 س تربيع زائد ك س زائد 1 بيساوي 0 هو سالب 3 على 2، اوجد قيمه الكاف ثم حل المعادله. هقول له يا باشمهندس انا عارف معلومه مهمه قوي ان المجموع بيساوي سالب ب على الف، يعني اللي قدام السين غير اشارته هو سالب، هو موجب كاف لما غيرها يبقى سالب كاف، على اللي قدام السين تربيع اللي هو 2، المفروض ان الكلام ده قال لك بكام؟ بسالب 3 على 2. كلام جميل جدا، اقدر اشيل الاثنين دي مع الاثنين دي، كلام جميل، والسالب مع السالب يطلع ان كاف بيساوي 3، يبقى انا وصلت ان كاف بيساوي 3، يبقى انا كده جبت قيمه الكاف اللي هو عايزها بتساوي 3. بيقول لي ثم حل المعادله، مفيش مشكله يا باشمهندس، خلي بالك انا ممكن اعمل حركه ظريفه جدا، ايه هي؟ اجيب الجذور الاول، بس تعالى نحلها وبعد كده اقول لك اجيب الجذور. المعادله هتبقى 2 س تربيع، واحنا طلعنا الكاف ب 3، يعني موجب 3 س زائد الواحد، الكلام ده بيساوي 0. طيب بعد كده يا باشمهندس هبدا احل المعادله دي. 2 س تربيع يبقى 2 س وس، الاخير موجب، الاشارتين شبه اللي في النص موجب، عددين ضربهم واحد مجموعهم 3، ما انا هحط واحد هنا لان واحد في 2 ب 2، وهحط كمان واحد هنا يا باشمهندس يبقى واحد في س ب س. من هنا يا باشمهندس ان الس بتساوي كام؟ اودي الواحد الناحيه الثانيه يبقى سالب واحد، واقسم على اللي قدام الس يبقى 2، ومن هنا الس هتساوي اودي الواحد الناحيه الثانيه يبقى سالب واحد. خلي بالك لو انت جمعت السالب نص والسالب واحد هيديك سالب واحد ونص اللي هي سالب 3 على 2، ولو جيت ضربتهم هيبقى سالب واحد على الاثنين في سالب واحد يديك نص، يبقى حصل الضرب فعلا هو الحد المطلق اللي هو واحد على معامل السين تربيع. يبقى انا كده يا باشمهندس قدرت اوصل للحل ده بكل بساطه وحليت له المعادله. الفكره الثانيه يقول لك حصل الضرب، مش هتفرق، انا عارف ان حصل الضرب بيساوي ج على الف، الجيم اللي هو الحد المطلق اللي هو ما فيش فيه سين هنا كاف، على معامل السين تربيع اللي هو 2، كلام جميل جدا، 4 ونص اللي هي 9 على ال 2، ارفع الكسر 4 في 2 ب 9 ب 8 وكمان 1 يبقى 9 على 2. المقام بيساوي المقام او اختصر دي مع دي، يبقى البسط بيساوي البسط، يبقى اذا الكاف بتساوي 9. يبقى انا كده يا باشمهندس بالنسبه لي المعادله الصحيحه هتبقى 2 س تربيع ناقص ال 4 س زائد الكاف اللي هي 9 بتساوي 0. لو جربت تحلل المعادله دي مش هتحلل معاك، اطلع على الاله تطلع لك اعداد مركبه، يبقى هنا لازم نروح لمين؟ للقانون العام. يبقى السين بتساوي سالب ب موجب او سالب جذر ب تربيع ناقص ال 4 ا ج على ال 2 ا، دي مش هتتحلل كده يا باشمهندس، تمام؟ ها لازم تكون شفت الدروس اللي فاتت، والله سالب ب يعني سالب معامل سين، يبقى موجب 4 موجب او سالب جذر ب تربيع معامل سين تربيع سالب 4 تربيع ب 16 ناقص 4 في الالف اللي هو معامل السين تربيع ب 2 في الجيم اللي هي الحد المطلق ب 9 على 2 الف، 2 من معامل السين تربيع يبقى 2 في 2 ب 4، تعال نحسب اللي تحت الجذر ده، 4 في 2 ب 8 في 9 يبقى 72، يبقى دي كده كام؟ 72، كلام جميل جدا يا باشمهندس، يبقى دي 16 ناقص 72، تعال نحسبها كده، 72 ناقص 16 ادي 6 وادي 12 ناقص 6 6 وادي 56. يبقى اللي تحت الجذر ده سالب 56، كلام جميل جدا يا باشمهندس، هحل معاك اهو، يبقى الكلام ده بيساوي 4 موجب او سالب. بص يا باشمهندس السالب كده كده هيطلع من تحت الجذر ب ت، طب جذر 56، خلي بالك ان 56 دي 16 في كام؟ في لا مش 16 بقى 14 في 4، 4 في 4 ب 16 معايا الواحد، ايوه ف 14 في 4 يعني ده يا باشمهندس هتطلع بالنسبه لي السالب طلع ب ت، وجذر 56 هيبقى 2 جذر 14، يبقى دي موجب 2 جذر 14، الكلام ده كام؟ على ال 4، كلام جميل جدا يا باشمهندس. خلاص تعالى بقى نظبط دي شويه ازاي؟ شايف البسط انا ممكن اخد منه 2 عامل مشترك، ادي الاثنين
والاربعه دي هتبقى 2 والاثنين ده هتبقى 1 لان انا خدت 2 عامل مشترك. واقول لي انا على 2 فايل 1 على 2 فايل 2. خلاص يا باشمهندس انا خلصت، يبقى الناتج بتاعي 2 موجب او سالب جذر 14 ت على ال 2. يعني ايه؟ يعني مره 2 زائد جذر 14 ت على ال 2 ومره 2 ناقص جذر 14 ت على ال 2، ويبقى انا حليت المعادله بتاعتي. سؤال جميل جدا جدا وفكرته حلوه. ده كده النوع الاول من المسائل. تعالى نمسح السبوره ونشوف كمان نوعين، الدرس بسيط وسهل جدا. هنمسح السبوره ونشوف نوعين ويبقى احنا كده خلصنا حصه النهارده بامر الله. هنبتدي يلا في الفكره الثالثه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان س بيساوي سالب 1 هو احد جذري المعادله س تربيع ناقص 2 س زائد ا بيساوي صفر، اوجد قيمه ا ثم اوجد الجذر الاخر. طيب ركز كده معايا، انا دلوقتي عايز اجيب قيمه الالف وعارف ان احد الجذرين سالب 1، فتدور هل انت عارف المجموع ولا عارف حاصل الضرب؟ لا يا باشمهندس انا عارف المجموع، لان المجموع هو سالب ب على ا فالاثنين دول عارفهم. لو خدت الضرب هيبقى ا على 1 فانا مش عارف. خلاص يا باشمهندس فاقول له المجموع بيساوي سالب ب على ا. حلو قوي. سالب ب يعني سالب معامل س، يعني اللي قدام الس غير اشارته يبقى موجب 2، على الالف اللي هو معامل الس تربيع بواحد يبقى 2 على 1 فايل كام؟ فيها الاثنين. يبقى انا كده جبت ان مجموع الجذرين بيساوي 2. يا باشمهندس ما انا عارف ان جذر فيهم يبقى سالب 1، يبقى سالب 1 زائد س مثلا اللي هو الجذر الاخر المفروض بيساوي 2. وادي السالب 1 الناحيه الثانيه يبقى اذا الس بيساوي 3. يبقى اذا الجذر الثاني يا باشمهندس هو 3. طب ما هو بيقول لي اوجد قيمه الف، طب ما انا عارف يا باشمهندس ان حاصل الضرب بيساوي ج على الف. الجيم اللي هي الحد المطلق، خلي بالك ان الحد المطلق هنا هو الف، هو مسميه الف، على الف اللي هو معامل الس تربيع بواحد، الف على واحد اللي هي الف. طب ما انا عارف ان هو الضرب اللي هو حاصل ضرب الجذرين، ما هو واحد بسالب واحد والتاني بثلاثه، يبقى سالب واحد في ثلاثه بيساوي سالب ثلاثه. يبقى اذا كده الالف بكام؟ بسالب ثلاثه. يبقى المعادله دي يا باشمهندس في الشكل المظبوط بتاعها هي عباره عن س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 بيساوي صفر، لان الالف بيساوي سالب 3. يبقى انا كده جبت الجذر الثاني وجبت المعادله. دي طريقه. الطريقه الثانيه لذيذه برضو وسهله. ازاي؟ ما طالما يا باشمهندس ان س سالب 1 هي احد الجذرين فينفع اعوض بها في المعادله. يعني اقول ايه؟ يعني اقول يا باشمهندس سالب 1 تربيع ناقص 2 مضروبه في السالب 1 زائد الالف، الكلام ده بيساوي صفر. سالب 1 تربيع بواحد، سالب 2 في سالب 1 بموجب 2 المفروض زائد الالف بيساوي صفر. 1 و2 اللي هي 3 ارميها الناحيه الثانيه يبقى الالف بيساوي سالب 3. يبقى انا كده وصلت يا باشمهندس ان قيمه الالف بتساوي سالب 3. حلو. طب ما انا كده يا باشمهندس عرفت المعادله، يعني المعادله بتاعتي عباره عن س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 بيساوي صفر. ما تنساش ان هو قال لك اوجد قيمه الالف ثم اوجد الجذر الاخر. طب ما انا يا باشمهندس عارف ان الضرب بتاعي بيساوي ج على الف. الجيم اللي هي سالب 3 على الف اللي هو معامل الس تربيع بواحد، ما هي المفروض حاصل الضرب ده بيساوي الجذر الاول اللي هو سالب 1 في الجذر الثاني وليكن م مثلا. شيل السالب مع السالب يفضل لك ان م بيساوي 3، يبقى الجذر الثاني بيساوي 3. دي طريقه ودي طريقه، اشوف اللي اريحك فين، ولكن انا احب اشتغل بطريقه الدرس. تمام كده؟ تمام. اللي بعدها بيقول لي اذا كان 2 و5 هما جذري المعادله س تربيع زائد ا س زائد ب بيساوي صفر، اوجد قيمه ا وب. طيب ركز كده يا باشمهندس، لما يديك الجذرين هتجيب لي حاجتين، هتجيب لي المجموع بيساوي 2 زائد 5 بيساوي 7، وهتجيب لي حاصل الضرب اللي هو بيساوي كام؟ 2 في 5 بيساوي 10. كلام جميل جدا يا باشمهندس. تمام. هعمل ايه بعد كده؟ انا عارف ان المجموع بيساوي سالب ب على ا. طيب سالب ب يعني اللي قدام السين غير اشارته يبقى سالب ا، على ا اللي هو معامل السين تربيع بواحد، ما هو المفروض سالب ا على واحد اللي هو المجموع بيساوي 7. كلام جميل جدا. طيب انا ممكن اقول سالب ا على واحد اللي هي سالب ا بيساوي 7، ارمي السالب الناحيه الثانيه يعني الالف بسالب 7. يبقى انا كده وصلت ان الالف بسالب 7. حلو قوي. طب انا عارف ان الضرب هو ج على الف. ج اللي هو الحد المطلق اللي هو مسميه باء، ما تتلخبطش في الرموز، يبقى باء على الف اللي هو معامل س تربيع بواحد هيساوي حاصل الضرب يا باشمهندس، ما هو الجذرين 2 في 5 انا جبت ضربهم ب 10، ب على 1 بتساوي 10 يعني الب بتساوي 10. يبقى انا كده وصلت لقيمه الالف وقيمه الب، يبقى المعادله بتاعتي عباره عن س تربيع والالف بسالب 7 س والب بموجب 10، الكلام ده بيساوي صفر.
وده كلام منطقي. ما انت لو جيت تحلل المعادله دي، السين تربيع سين وسين، الاخير موجب الاشارتين شبر في النص سالب، عددين ضربهم 10 مجموعة 7 2 في 5. من هنا السين بتساوي 2 بعكس الاشاره، من هنا السين بتساوي 5. يبقى فعلا الجذرين بتوع 2 و5 يبقى انا كلامي مظبوط جدا يا باشمهندس. طيب السؤال اللي بعده شبهه بالظبط بس بيدخل لك اعداد مركبه. بيقول لي اذا كان جذر 3 ت وسالب جذر 3 ت هما جذري المعادله س تربيع زائد ا س زائد ب، اوجد قيمه ا و ب. الموضوع سهل جدا. ازاي؟ نفس الفكره، قلت لك لما يتقفل الجذرين هتعمل حاجتين، هتجيب لي المجموع يبقى يساوي جذر 3 ت ناقص جذر 3 ت. يا باشمهندس انت بتقول المجموع، ما هو موجب في سالب يديك سالب، فده عدد ومعكوسه يعني الكلام ده بيساوي صفر. حلو قوي. طب هات لي الضرب، جذر 3 ت في سالب جذر 3 ت. طيب جذر 3 بجذر 3 ب 3، والسالب ده طلعه بره يبقى سالب 3، و ت في ت ب ت تربيع. طب انا عارف ان ت تربيع بسالب 1، سالب 3 في سالب 1 يبقى موجب 3. يبقى انا كده وصلت للمجموع ووصلت للضرب. لما تلاقي المجموع بيساوي صفر اعرف يا باشمهندس ان معامل السين بيساوي صفر، يعني المعادله بتاعتي سين تربيع وهنا صفر مفيش حاجه. طب قيمه ال ب اجيبها من الضرب، ما انا عارف ان الضرب هو ج على ا. الجيم اللي هو الحد المطلق اللي هو مسميه ب، على الالف اللي هو معامل السين تربيع بواحد، يبقى ب على الواحد بيساوي ب. ده حصل الضرب. طب ما حصل ضربهم كام؟ احنا جبنا الضرب بيساوي 3، يبقى ال ب بيساوي 3. كلام جميل جدا، ال ب بيساوي 3 يبقى المعادله بتاعتي سين تربيع زائد 3 بيساوي صفر. راحت فين يا باشمهندس السين؟ ما هو معامل السين بصفر. ليه؟ لان لو قلت الجمع، الجمع هو سالب ب على الف، يعني معامل السين غير اشارته يبقى سالب الف. على الالف اللي هو معامل السين تربيع بواحد، سالب الف على الواحد بسالب الف، المفروض بيساوي صفر، يبقى منها الالف بيساوي صفر. عشان كده احنا قلنا لما نلاقي المجموع بصفر شيل خالص السين. ودي هتدينا ملحوظه هنشتغل بيها السبوره الجايه. ايه هي؟ قال لك يا باشمهندس لو مجموع الجذرين بيساوي صفر، دي معناها ايه؟ ان معامل س بيساوي صفر. طب امتى مجموع الجذرين بيساوي صفر؟ دي جذر 3 ت وسالب جذر 3 ت، يبقى احدهما معكوس جمعي للاخر. يبقى انا لما الاقي في المساله بتاعتي احد الجذرين معكوس جمعي للاخر، يعني مجموع الجذرين بيساوي صفر، يعني معامل س بيساوي صفر. طب عندي معلومه ثانيه يا باشمهندس، ان حاصل ضرب الجذرين لو انا قلت لك ان ج على ا بتساوي 1. امتى الج على ا تساوي 1؟ هتقول لي يا باشمهندس لما البسط يساوي المقام. حلو، يعني الج تساوي الالف. حلو، طب امتى الج تساوي الالف؟ الحد المطلق ده مع ده. قال لك يا باشمهندس لو احد الجذرين معكوس ضرب للاخر. حلو قوي، اصل ج مع الالف ده لو ضربت مقص على الج بتساوي الالف، لو هما معكوس ضربي يعني هشقلبهم يبقى هيروح. يبقى يا باشمهندس عندي حالتين مهمين جدا جدا. ايه هي؟ لو قال لك احد الجذرين معكوس جمعي للاخر تعرف ان معامل السين بيساوي صفر، لو قال لي احدهما معكوس ضرب للاخر تعرف ان ج بيساوي الالف، يعني يا باشمهندس الج مع الالف بتساوي 1. تمام كده؟ دي معلومه مهمه جدا جدا وهنبدا فيها امثله السبوره الجايه. تعالى نمسح السبوره ونكمل بقى اخر سبوره بامر الله. هنبدا حصه النهارده بالمعلومه اللي احنا قلناها في السبوره اللي فاتت والامثله دي. بيقول لي اوجد قيمه كاف علما بان احد الجذرين معكوس جمعي للاخر. خلاص يا باشمهندس دي معلومه مهمه، لو معكوس جمعي للاخر يعني معامل س بيساوي صفر، ودي اثبتناها السبوره اللي فاتت. فهنا ما يشغلنيش اي حاجه في المساله الا معامل س، فهنا معامل س اللي هو كاف ناقص 5، هقول له كاف ناقص 5 بيساوي صفر، يبقى اذا الكاف بتساوي 5، مفيش اسهل من كده. هنا يا باشمهندس برضه نفس الفكره، احد الجذرين معكوس جمعي يبقى معامل السين اللي هو ده المفروض بيساوي صفر، يبقى كاف تربيع ناقص الواحد بيساوي صفر، ارمي الواحد الناحيه الثانيه يبقى الكاف تربيع بتساوي واحد، خد الجذر التربيعي هنا والجذر هنا، الجذر يشيل لك الاس يبقى دي كاف، وهنا الاس الزوجي يبقى موجب او سالب واحد، يبقى اذا كاف هنا بموجب او سالب واحد. طب س تربيع زائد كاف س ناقص 7 برضه معكوس جمعي يبقى معامل س مباشره اللي هو الكاف المفروض بيساوي صفر. يبقى دي معلومه سهله جدا يا باشمهندس لما يقول لي احد الجذرين معكوس جمعي للاخر. هنا يا باشمهندس الحاله الثانيه، بيقول لي اوجد قيمه كاف علما بان احد الجذرين معكوس ضرب للاخر. معكوس ضرب للاخر فقلنا ان الجيم اللي هي الحد المطلق بتساوي الالف اللي هي معامل س تربيع. طب هنا معكوس ضرب للاخر يبقى الحد المطلق هنا اللي هو كاف بيساوي معامل السين تربيع اللي هو 2 مباشره، يبقى اذا هنا الكاف
بتساوي 2. طب هنا 4 ك س تربيع زائد 7 س زائد ك تربيع زائد 4. قلنا الحد المطلق هي اي حاجه ما فيهاش س، فانت عندك ك تربيع زائد 4 هي دي الحد المطلق، هي دي الجيم، لان دول ما فيهمش س، يبقى ك تربيع زائد 4 بتساوي معامل س تربيع اللي هو 4 ك. ارمي ال 4 ك في الناحيه الثانيه، يبقى ك تربيع ناقص 4 ك زائد 4 بيساوي 0. المقدار ده مربع كامل. طب يا باشمهندس لو انا مش عارف ان هو مربع كامل، حلله يا باشمهندس، ايه المشكله عندك؟ بيساوي صفر. الكاف تربيع كاف وكاف، الاخير موجب، الشرطين شبه في نص سالب، عددين ضربهم 4 مجموعهم 4 هم 2 و2. كاف ناقص 2 لما اعكس الاشاره يعني كاف ب 2، ودي لما اعكس الاشاره برضه كاف ب 2، يبقى هي كاف ناقص 2. كان ممكن اقول له مباشره كاف ناقص 2 لكل تربيع المفروض بتساوي صفر، يعني الكاف بيساوي 2. اخر واحده نفس الفكره على المعكوس الضربي، يبقى الحد المطلق اللي هو ج هنا بنفس الشرط اللي هو سالب 3 هيساوي معامل س تربيع اللي هو ك ناقص 4. ارم السالب 4 يبقى الك بتساوي 4 ناقص 3 بيساوي 1، يبقى اذا الك بتساوي 1. دي يا باشمهندس حالات سهله جدا جدا، وهنلاقي عليها اسئله كتير جدا في كتاب المعاصر. تمام. طب هنا يا باشمهندس بيقول لي اذا كان احد الجذرين عدد مركب لمعلومه، بيقول لك يكون الجذر الثاني المرافق بتاعه على طول، عشان حصل الضرب او المجموعه هيدينا اعداد حقيقيه، فلازم يبقى عدده ومرافقه. زي دي كده بيقول لي اذا كان 1 زائد جذر 2 ت هو احد جذري المعادله س تربيع ناقص 2 س زائد ج بيساوي صفر، اوجد الجذر الاخر ثم ج. انا لمحت يا باشمهندس ان احد الجذور اعداد مركبه، مباشره اقول له الجذر الاخر هو 1 ناقص جذر 2 ت، ما احنا عارفين مرافق العدد المركب، بغير اشاره التخيلي. تمام يا باشمهندس، حلو. طب هو بيقول لي انا عايز الجيم، خلي بالك الجيم دي لها الحد المطلق، يبقى انا لازم اروح لقانون الضرب. ما هو الضرب عباره عن جيم على الف. الحد المطلق هو اسمه جيم، والالف اللي هو معامل س تربيع بواحد، يبقى جيم على الواحد فيها الجيم، يبقى حاصل ضرب الجذرين هو الجيم اللي هو عايزه، يبقى الجيم بتساوي اضرب الجذرين في بعض، يعني 1 زائد جذر 2 ت في 1 ناقص جذر 2 ت. عارفين لما بنضرب الاعداد المركبه مربع الاول اللي هو 1 زائد مربع الثاني مربع الجذر 2 ب 2 يبقى 1 زائد 2 بيساوي 3، ده قانون. طب انا مش عارف كده، هتقول لي الاول في الاول، 1 في 1 ب 1، موجب في سالب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب 2، ت في ت ب ت تربيع، ت تربيع بسالب 1، سالب 1 في سالب 2 يبقى موجب 2، 1 زائد 2 اللي هي 3. بدل ما تعمل اللفه دي احنا عارفين ان ضرب الاعداد المترقة في الاعداد المركبه مربع المعامل بتاع الاول ومربع المعامل الثاني، يعني 1 تربيع زائد جذر 2 تربيع ل 2 يبقى الناتج 3. دي كده يا باشمهندس الافكار الرئيسيه بتاعه الدرس بتاعنا. زي ما احنا متعودين هنا على القناه احنا بنحل كتاب المعاصر كامل، اختر مقالي مستويات عليا بيتحل معاك. فحصه النهارده هتنزل وبعد كده هنطبق عليها ان شاء الله في حل تمرين المعاصر، هتنزل بعدها بساعه على طول تمرين المعاصر، فأفكار جديدة وأفكار جميلة جدا جدا. أهم حاجة اعرف أساس الدرس وارجع بقى نحل التمرين مع بعض بأمر الله. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى يكون قدرت أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو استفدت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام رياضيات، وشكرا جدا.